نشوف مع بعض السنتكس بتاع الاري بسرعه. ادي السنتكس بتاع الاري في البي اتش بي. له طريقتين في كتابه الكود، احنا هنشوف دلوقتي الطريقه الاولى وبعد كده هنتعامل مع الطريقه الثانيه لما نيجي نكتب بايدينا فعلا. عندنا ثلاث انواع من الاريز جوه البي اتش بي. النوع الاول بنسميه الاندكسد اري زي اللي انت شايفه ده. انا عندي اري اسمه كولرز، كولرز الوان، رحت فتحت قوس عملت يساوي زي الفاريبل بالظبط اهو، بس اختلفت القيمه اللي بتتحط. عملتها فتحت قوس وقفلت القوس، وجوه القوس ده حطيت شويه الوان وفصلت بين كل لون والتاني بكومه زي ما انت شايف. عندي ريد، بعد كده عندي بلو، بعد كده عندي يلو. الاندكس بتاع ريد صفر، الاندكس بتاع بلو واحد، الاندكس بتاع يلو اتنين. يبقى انا لو عاوز اوصل لبلو وعاوز اطبعه بحتاج الاندكس بتاعي مع الفاريبل نفسه، يبقى الفاريبل مع الاندكس اقدر اوصل للقيمه بتاعتي. ازاي هنعرفها؟ افهم بس الله يخليك دلوقتي فكره الاري نفسها وبعد كده براحتك. عند كتابه الكود سهله لكن الفهم هو اللي بيبقى فيه مشاكل شويه. تعال نشوف النوع الثاني من انواع الاري عندنا في البي اتش بي، اسمه اسوسييتيف اري. اسوسييتيف اري ما تقلقش، الكلام ده هنطبقه بايدينا كله لغايه ما تزهق منه، هتزهق حرفيا منه. تمام كده؟ الاسوسييتيف اري ده عندنا اسوسييتيف اسمه ستودنت، اسمه ستودنت. ستودنت ده في كي برضه فتحت قوسين الاري اهو عشان اللغه نفسها تفهم ان انت اري، فتحت قوس الاري وقفلت القوس بتاع الاري عادي جدا مفيش مشكله. وجيت هنا عندي كي وبعد كده ايكوال وبعد كده ارو وبعد كده فاليو، كي فاليو بعد كده كوما بعد كده كي فاليو بعد كده كوما الى ما لا نهايه. لو انت عاوز تحط 100 عنصر 200 مليون عنصر براحتك. فالعنصر بالنسبه لي هنا كان بيتكون من ايه وسميناه اندكسد اري، من قيمه واحده بالشكل ده. القيمه دي ممكن تبقى سترينج، ممكن تبقى انتجر، ممكن تبقى فلوت براحتك عادي. الاسوسييتيف اري بيتكون من ها شقين، جزئين. الجزء الاول بنسميه الكي، لو قلت لك النيم بيساوي مصطفى علي، بس له سينتاكس له طريقه معينه في الكتابه. ايكوال ارو دي بيسموها كده، ايكوال علامه الايكوال يساوي، وبعد كده ارو مصطفى علي، بعد كده ادوس كوما اطبع كوما، لازم اطبع كوما واقول له ها الايميل ايكوال ارو مصطفى ات جيميل دوت كوم. ده باختصار شديد فكره الاسوسييتيف اري. طيب امال ايه ده؟ ده اسمه المالتي دايمنشنال اري. يعني ايه المالتي دايمنشنال اري يا باشمهندس؟ يعني اري جواه اريز ثانيه، الاندكسز بتاعته او القيم اللي موجوده فيه عباره عن اريز ثانيه متعدد بقى المالتي دايمنشنال، متعدد الاتجاهات جوه الاري. يبقى هو اري وجواه اريز ثانيه. بفتح اهو قوس الاري الكبيره اهو، ادي الفتحه وادي القفله بتاعت الاري، وجواه القيمه نفسها عباره عن اندكسد اري. ادي اهو برودكت 1 50، برودكت 2 200، برودكت 3 70. كل الكلام ده هنتعامل معاه حتى الامثله دي زي ما هي. يبقى ده النوع الاول اسمه اندكسد اري، ده النوع الثاني اسوسييتيف اري بنستخدمه كتير جدا، وده النوع الثالث اسمه مالتي دايمنشنال اري، هو عباره عن اري كبير جواه اريز ثانيه، وممكن تبقى كل اري جواه اري ثاني وهكذا، ممكن بيستخدم في الجيمنج بشكل كبير وحاجات كتيره جدا. فدي انواع الاريز وده السنتكس بتاعه، اتمنى تكونوا فهمتوا يعني ايه اري وعرفنا انواع الاري. تعالوا بقى نكتب الكود، تعالوا نشوف ازاي نكتب الاري بنفسك. نشوف ان شاء الله في الفيديو اللي جاي ولا هنتعلم فيه عملي ازاي نكتب الاري.